حياتي كلها مبنية على وجود الوالد في حياتي. عندما وصل للستين من عمره قرر أنه يذهب للمدينة ويجاور. أبقى الأبناء في الرياض لإدارة الشركات والنشاط التجاري، وأخذ معاه الوالدة والأبناء الصغار اللي أنا كنت من ضمنهم، وكنت أنا مرافق معاه في كل وقته تقريبا. فمرة من المرات في بعد صلاة العصر أشوفه ويوزع، وكان يحط الخمسميات في جيبه اللي فوق والميات في الجيب الأيمن والخمسينات في الجيب الأيسر. يجوا الناس وهو يقرأ القرآن، فيعطي بدون ما يشوف مين الشخص اللي يجي له يعطي له. فاستغربت أنا وإحنا طالعين بعد صلاة المغرب بعد الفطور، فسألته قلت له عندي سؤال يا بوي، علي أساس أنت تعطي 500 ولا 100 ولا 50 وأنت ما ترى؟ فقال لي هو أنا اللي أعطي يا بوي، هذا الله اللي يعطي. ما شبعت من فكره، ما شبعت من علمه، ما شبعت من عطائه، ما شبعت أني أتتلمذ على يده. حقيقي مدرسة عظيمة. قبل 4 سنوات توفى محمد العلي الصانع لما كان عمره 82، وهو من الجيل الأول لرجال الأعمال السعوديين اللي عاصروا مراحل التحديث في المملكة وأحدثوا فيها تأثير كبير، وزرع في أبنائه قيم سامية وأصيلة. أعظم أثر ترك الوالد رحمة الله عليه فينا حب الخير للغير. الوالد أنشأ الوقف ووهب الوقف مبلغ من المال، والوقف هذا يملك عقارات وأسهم واستثمارات، وأنشأ مؤسسة خيرية. دخل الوقف يذهب للمؤسسة الخيرية على مشاريع وبرامج المؤسسة الخيرية التي هي مرتبطة ارتباط كامل بنود الوصية المحددة من قبل الوالد. و50% من دخل الوقف يذهب إعادة استثمارها، و50% تذهب الصرف على المؤسسة الخيرية. وبعدها عيني الله يغفر له يسكن الجنة الناظر على الوقف ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية. أحمد اللي يكبرني مباشرة قدوة، كنت دائما يعني أستمد منه الإحساس بالمسؤولية، التوجيه، القيادة، يعني إحساسه أنه بالفعل كان هو المسؤول عننا بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه. اكتسبت منه كثير من الأشياء اللي دعمت توجهي، دعمت حرصي على الأداء العمل الخيري والتوجه الخيري. أنت تبغى تخدم المجتمع اللي أنت موجود فيه، فأنت تقدم له الشيء اللي هو بالفعل يروي ظمأه الأخلاقي والاجتماعي والإنساني والنفسي.